مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الثورة. في هذه الحلقة سنناقش موضوع أبين والمشكلات التي حلت بها، سواء كانت من قبل الثورة أو خلال الثورة أو فيما بعدها. ويسعدني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ عبد العزيز الحمزة، أمين عام المجلس الثوري بمحافظة أبين. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد العزيز. حياكم الله. حياك الله أستاذ عبد العزيز. أستاذ الكريم، لو بدأنا ابتداء بما حصل خلال الفترة الماضية وما حصل عليها من لغط، وهو الحدث الأبرز في تاريخ الثورة اليمنية وفي تاريخ اليمن أيضا، حينما تقتل القاعدة 178 جندي يمني، كيف تقرأ هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أشكر لقناة سهيل اهتمامها بمحافظة أبين وبالثورة الشبابية الشعبية السلمية في عموم الوطن. ويعني هكذا اعتقادي، أنه لولا قناة سهيل لما كان لهذه الثورة المباركة هذا الزخم وهذا التواجد وهذا الانتشار في ربوع اليمن كلها، بل وفي فضاء العالم الواسع اليوم. بفضل الإعلام أصبح العالم قرية، وقناة سهيل كان لها الدور الأبرز. أشكرك أستاذ. في تعريف العالم جميعا بثورة اليمن. أبين، يعني لتصحيح المعلومات، وصل عدد القتلى إلى 185 شهيد من أبناء القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى الجنود الذي تم إعدامهم قبل بالأمس. نعم أخي الكريم، الموضوع لا يخلو من استكمال لمسلسل تسليم أبين. ما حصل في 27 مايو من العام الماضي، تسليم مدينة زنجبار للمسلحين الذين طروا على أنفسهم أنصار الشريعة. نحن نقرأ ما الحادث الأخير الذي حصل قبل 4 أيام، أنه امتداد لنفس السيناريو. سلمت محافظة أبين تسليما للمسلحين، وسلمت عتاد الأمن المركزي بكل قوته، منطقة الأمن المركزي محافظة أبين سلم كل عتادها الحربي للمسلحين، الأمن العام، قوة النجدة، هذه القوات العسكرية والأمنية سلم كل عتادها للمسلحين. ما حصل في الحدث الأخير يصب في نفس السياق. سلمت بطاريات مدفعية، دبابات، مدافع عون، مدافع متوسطة، دوشكا والبعشرة. تبقى هذه اتهامات أستاذ عبد العزيز، كيف يمكن أن تثبت هذه الوقائع؟ أما موضوع تسليم أبين فسأستشهد بما قاله محافظ محافظة أبين يوم السبت الماضي في برنامج يمن جديد الذي يذيعه المذيع المتألق علي، ما أدري اسمه، المهم علي السقاف، المذيع علي السقاف، في مقابلة مع محافظ محافظة أبين يوم أعيدت يوم السبت الماضي الساعة 10 صباحا، قال بالنص هكذا أنه أبين سلمت بتوجيهات من رأس النظام. هذا محافظ أبين؟ محافظ أبين اللواء صالح حسين الزوعري، هذا قاله يوم السبت الماضي. وقال من يقصد أنه برأس النظام؟ من يقصد برأس النظام باعتقادك؟ والله يقصد الرئيس المخلوع، لم يكن للنظام السابق من رئيس إلا الرئيس المخلوع. فقال هكذا أنه سلمت أبين. احنا كنا نقول هذا الكلام منذ 27 مايو الماضي، بأن أبين سلمت، بأن هناك مؤامرة لتسليم أبين، يعني بغرض إحداث الربكة واللعب بأوراق مختلفة لإحداث تخلخل في واقع الأرض للتشويش على الثورة الشبابية الشعبية السلمية. فكان تسليم محافظة أبين، وفي الخطاب الشهير الذي لم يعد غافلا عنه أي مواطن يمني
حينما وعد الرئيس المخلوع بأن يعني رحيله يعني أن تسلم أن تقسم البلاد وأن تسلم 5 محافظات إلى تنظيم القاعدة وسماها بالاسم: أبين، عدن، البيضاء، حضرموت، شبوة. فحينما شعر أن هذه المحافظات التي ذكرها كانت كلها محافظات جنوبية، أردف بعد ذلك محافظة مأرب وقال ويمكن أن تسلم محافظة مأرب. فكان يريد أن يثبت هذا القول في 27 مايو بأن سلمت أبين. ولكن حينما يكون هناك قائد عسكري كبير أو يعني الاتهامات في الفترة الأخيرة في الحادثة الأخيرة وجهت للواء مهدي مقولة وقيل أنه هو من سلم هذا العتاد وهذه الأسلحة لتنظيم القاعدة، هذا القائد العسكري هل من الممكن أن يضحي بسمعته بهذه الطريقة؟ يعني منطقيا يعني أنا أرى ما زالت اتهامات حتى الآن، يعني هل يمكن أن نفهم أنه يمكن أن يضحي بسمعته بهذه السهولة؟ يا أخي الكريم، المسألة يعني ليست يعني توجيهات صريحة، لكن حينما تعلم أن الجندي في خط إمامي لجبهة القتال عتاده العسكري 30 طلقة في حرب تستخدم فيها كل الأسلحة، الطائرات البحرية، المدافع المدفعية طبعا دال 130 تستخدم من الطرفين، من مسلحي الأنصار الشريعة ومن قوات الجيش. في معركة بهذا الحجم أيعقل أن يكون تسليح الجندي في الخط الأمامي 30 طلقة رصاص؟ يعني تريد أن تقول أنه تواطؤ وليس تسليم؟ المسألة يعني في الأخير المحصلة واحدة، التواطؤ التسليم هي مترادفات لمعنى واحد، أنه يمكن لهؤلاء المسلحين لبسط نفوذهم وسيطرتهم، ونحن نخشى من خلال حصولهم على هذا الكم الهائل من العتاد ومن الأسلحة أن يفكر هؤلاء المسلحين بالدخول إلى محافظة عدن. هذا الإغراء الحاصل، نعم، ما الذي يجعلكم تخشون بهذا؟ هذا الإغراء الحاصل يعني حينما كثير من التقارير تفيد بأنه، وآخرها التقرير قافلة الحرية حينما زاروا زنجبار وجعار يفيدوا بأن عدد المسلحين اللي سيطروا على زنجبار وجعار لا يتجاوز 300 مسلح وهم يديروا هذه المنطقة الكبيرة. طيب حينما يعني يكون الأمر بهذه الطريقة، يعني سلمت أبين، يعني 300 مسلح من مسلحي تنظيم القاعدة سيطروا على أبين، أين أنتم كقبائل؟ يا أخي الكريم، المجتمع في المحافظات الجنوبية مجتمع مدني، دور القبيلة في المجتمع المدني ضعيف جدا، لكن أبين محافظة قبلية برضو، وتعتمد اعتماد كبير على سلطة الدولة. خلال فترة حكم الحزب الاشتراكي اليمني للجنوب خلال 25 سنة قبل الوحدة كرس هذا المفهوم، مفهوم القبيلة في الجنوب يعني غمر وطمس تماما، وسادت الدولة وفوضت سيادة الدولة على كل البقاع حتى في المناطق التي اشتهرت بأنها مناطق قبلية مثل محافظة أبين. فكان دور القبيلة ضعيف جدا على اعتبار أنه الدولة يجب ينبغي أن تقوم بواجبها، الدولة مناطة أو مناط بها حماية المواطن، حماية أمنه واستقراره، حمايته في كل الظروف، ولا يمكن أن نحمل المواطن أو القبيلة مسؤولية أنه ما لم تدافعوا عن أرضكم ولم تدافعوا. لو أن الدولة يعني بهذه الهشاشة لو سلمت الأسلحة والعتاد إلى القبائل لما حصل ما حصل. ما الذي يجعل القاعدة نشطة في هذا الوقت بالتحديد؟ أنا أريد أن أسمع منك الإجابة، ولكن دعني قبلها أخذ مداخلة من الصحفي جمال محمد حسين من محافظة عدن. جمال، لماذا نشطت القاعدة باعتقادك في هذا الوقت بالذات؟ وما الذي يجري فعليا على أرض الميدان؟ نعم جمال، تسمعني؟
لا مش معرفة شوية. أسألك عن نشاط القاعدة في هذه في هذا الوقت بالذات، باعتقادك لماذا برز ونشط بهذه الطريقة، وما الذي يجري فعليا في زنجبار أو في أبيان؟ نعم، اسمح لي في أولا أشكركم على الاتصال والاستضافة. اسمح لي أولا أنت سألت رفيق طبعا ضيفك العزيز عن ما الدليل على تسليم أبيان. طبعا الدليل يا أخي هو قاطع أن القوات الأمنية بمختلف أنواعها، الأمن العام، الأمن السياسي، أمن النقدة، تم إخلاء كامل لكل هذه المعسكرات والمواقع الأمنية. يعني هذا دليل على أنه انتخاب بتكتيك مرتب ومنظم، هذا واحد. ثاني شيء كما قال ايضا الاخ ضيفك العزيز وذكر بانه فعلا المحافظ ابيان في تصريح عبر اذاعه عدن قبل يومين او ثلاثه ايام قامت بمحاكمه كل القيادات الامنيه التي سلمت ابيان وتورطت في تسليم ابيان لهذه الجماعات. ثالث شيء اريد ان اوضح كمان، انا قلت سالت الاخ اين قبائل ابيان. قبائل ابيان يا اخي خرجت برمضان وكانت تريد ان تقتحم زنجبار فقصفها الطيران وعللوا بانه كان خطا. قبائل أبيان اليوم مخامنة في الأردن يموتون أيضا من اللجان الشعبية واللجان الأمنية من قبل أيضا المسلحين وهم يقاومون أيضا، وهذا أنا أرد كله على رد الأخ. أما بالنسبة إلى سؤالك حول القاعدة، يعني هو فعلا يعني شيء يحير، يعني لماذا القاعدة فعلاً انتشرت في أبيان فقط وبدأت تنتشر بعد ذلك في لحج ثم في شبوة والآن نسمع بالمقلة والآن بدأت في عدن؟ يعني غريبة أن تكون الانتشار فقط في المحافظات الجنوبية فقط، يعني بينما هناك بعض المحافظات التي كنا نعتقد أن تظهر فيها هذه القاعدة وتسيطر على بعض المحافظات، لكننا لم نسمع بانتشارها وسيطرتها على سلطة محلية أو على محافظة من المحافظات، وكان الانتشار فقط في هذه الخمس المحافظات أبيان ولحج وصبوة والمقلة والآن في عدن أيضا. وكأن هناك كما يقول بعض المحللين هو نوع من قد يكون إما القضاء على الحركة الجنوبي، هذه نقطة واحدة، وإما يكون هناك من بقايا النظام السابق يحاولون خلق البلبلة والفوضى في البلاد حتى يثبتوا للعالم أن النظام السابق لا يوجد مثله مثيل ولم تستمر الحياة إلى الحين. لكن فعليا جمال على في 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 أبيان المواطنين هناك ما هي معاناتهم جراء سيطرة تنظيم القاعدة على تلك المناطق وغياب كلي للدولة هناك؟ نعم والله شوف هناك ارتياح من قبل عدد من المواطنين، خاصة في جانب حسب ما أسمع عن أخوانك في جانب إنه الجانب الأمني اكتتب، هناك محاسبة، هناك عقاب للأشياء والأشياء الأخلاقية، هناك الأخوة أنصار الشريعة عادوا لهم الكهرباء، عادوا لهم المياه، يعني خدمات والله الأخوة هناك في جانب يشيلون بنزل هذه الخدمات، ولكن ما يطلقهم هو على القصف العشوائي طبعا للطيران الذي يدمر كل شيء هناك. يعني فالآن يخبرون الأخوة هناك إنه تذهب إلى المسجد تصلي في ترك محلك، يعني ما حد يتجرأ أنه يأخذ منه أي شيء، انتهت عملية القتل، عملية الاغتيالات، يعني فهل نحن نحتاج إلى نظام قوي يكون بهذا الشكل يعيد الأمن والأمان؟ معاناة النازحين هناك أيضا في المحافظة في خنفر خاصة، هناك في بعض في الحصن وفي أيضا باتيس وغيرها من المناطق أيضا التي نزحوا إليها، هناك نازحين طبعا في رصد، هناك نازحين في سباح وغيرها من مديريات محافظة أبيان. لا تصل إليهم المعونات حقيقة، فوصلنا عدد من الأخوة هناك يشكون فعلا وحالهم سيء، وعدد منهم في المدارس وسكن جماعي وحمامات جماعي، وفي عدد أيضا المعاناة أكبر من ذلك بكثير يا أخي. نحن كل يوم نعمل ونصفد مثل هذه الحالات، انتشار حالات الأمراض بين الأطفال، أطفال أبيان إلى الآن نسمع، وكنت أتحاور مع الأستاذ أحمد الكحلاني قبل جماعة أيام في إذاعة عدن في برنامج خاص، طبعا انا انسان اساله اين غذاء اطفال ابيان يا استاذ احمد الخاص بالحليب والبسكويت وغيره، يسمع ان هناك منظمات تدعم، يخبرنا بانه سياتي مره الان اكثر من 10 اشهر ولم يحصل الاطفال على غذائهم، كل ما يحصل للنازح هو فقط قطمتين يعني من ارز ودقيق وسكر ولا اشياء يعني حقيقه لا تغني عن نفسه ولا تغني من جوره. نعم. مأساة حقيقية فعلا للأنسان في عدن، المأساة كبيرة فوق ما تتصور، حالات مرضى، حالات فقر، يعني نعم جمال هذا مأساة إنسانية كبيرة جدا. ومع ذلك أنا أقول معلومة كل منظمة المجتمع المدني العاملة في اليمن ومنظمة حقوق الإنسان أيضا والتجزئة الإنسانية حقيقة، أين هي اليوم من يحدث في أبيان وفي بعض المحافظات أيضا؟ أين هم حقوق الإنسان الحقيقيين الذين يدعمون ويقدمون العون لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء النساء، لهؤلاء الشيوخ؟ هم بحاجة اليوم إلى الغذاء، بحاجة إلى العلاج الصحي أيضا،
حتى العلاج الصحي الموجود الان في بعض المخيمات عندما زرناها سياره الاسعاف للاسف الشديد تصول وتبول في بعض المخيمات ولا تقدم الا مهدئات. طب من اللاجئين يكلمني انه ابن عمره 9 اشهر ياتي طبيب ويقدم له حبوب، كيف الشباب عمره 9 اشهر؟ جمال، هذا على مستوى النازحين في محافظه ابين، ماذا عن المواطنين داخل محافظه زنجبار ابين؟ انا حتستفى شويه ايضا ظهرت للحين طبعا في عدد من مديريات محافظه ابين، طبعا في خنفر وفي لودر وفي سباح ورصد ايضا نفس المعاناه، ايضا وضع صحي سيء حقيقه، بعضهم جالس في المدارس وبعض اهله كمان لا تصلهم المعونات الغذائيه ولا تصلهم اي دعم، هم يشتكون وحالتهم ايضا لا يعلم بها الا الله. هل تستطيع المنظمات الدخول الى محافظه ابين؟ ماذا؟ هل تستطيع المنظمات الحقوقية والمنظمات الداعمة والمولة الدخول إلى محافظة أبين؟ نعم، التي دخلت ودخلت إلى جعار، ومنها منظمات الطلاب إلى حدود وعدد من المنظمات الغذائية أيضا من خاصة في مجال الأدوية ودعم المواد الغذائية وصلت عدد من المواد الغذائية. كيف تعامل معها أحد؟ كيف تعامل معها مسلحو القاعدة؟ كيف تعامل معها ما يسمى بتنظيم القاعدة هناك؟ والله لم يتعاملوا معهم بأي شيء مشين أو مضر، سمحوا لهم ودخلت المعونات الغذائية إلى المدينة وحتى سمعت أنهم قاموا أرفع الشريعة بتنظيم هذه العملية وتوزيع المعونات الغذائية على كل الأسر في جعار وفي خنفر وفي الحصن، والكل استلم هذه المعونات دون أن يشتكي، ولا أحد يشتكي اليوم من أي ظلم. هي المشكلة فقط مشكلة أبين، وقضية أبين فعلا هي قضية كبيرة جدا يا أخي، وما حدث لأبين فعلا هي فيها مؤامرة وهي صراع قوى سياسية حقيقة. ما يجور في أبين اليوم هو صراع قوى سياسية، ضحيتها في الأخير هم المواطنون هؤلاء والأطفال الذين نراهم. أشكرك جمال محمد حسين الصحفي من محافظة عدن، أشكرك على هذه المداخلة. أستاذ عبد العزيز، استمعت لما قاله جمال وقال بأنه ضحية صراع سياسي، هل من المنطق أن أقول بأنه ضحية صراع سياسي أم صراع إيديولوجي فكري بناء على ما يعتقده مسلح وما يسمى بالقاعدة؟ لا، أنا يعني أؤكد كلام الأستاذ جمال بأنه اللي يحصل في أبيان ليس صراعا عقائديا فكريا، إنما هو صراع سياسي. كيف؟ من خلال الدعوات أولا اللي يرفعها أنصار الشريعة، موضوع تطبيق الشريعة رفعت هذه الدعوة حينما غاب العدل في ظل النظام السابق، السارق يسرق لا يحاسب، الزاني يزني لا يحاسب، الفساد منتشر، الرشوة، يعني الرشوة أصبحت سلوك وليس ظاهرة، أصبح سلوك في كل مرافق الدولة. ما علاقة هذا بمجيء القاعدة؟ يعني حينما يشعر هؤلاء بغياب العدل، بغياب المساواة، بغياب هم يشعروا أنهم يريدوا أن يطبقوا الشريعة الإسلامية. نحن لا نقر الطريقة التي تعاملوا بها، أنا فقط أريد أن يعني أؤكد لك أن الموضوع موضوع سياسي، على اعتبار أنه الموجودين في أبين وغير أبين في اليمن كلها ناس مسلمين، وخاصة نحن عندنا في المحافظات الجنوبية والجزء الكبير المحافظات الجنوبية مسلمين سنة، وأنصار الشريعة هم أيضا يدعون بأنهم سنة. فموضوع الصراع الإيديولوجي الفكري هذا صراع يعني موضوع غائب، الصراع بهذا الطريقة غائب، لكن الموضوع الحقيقي الفعلي هو موضوع إجندات سياسية واختلافات سياسية. أنا أقرأ هكذا أنه النظام السابق يريد أن يصور أنه هو الذي يمسك بزمام الأمور بما يتعلق بمحاربة الإرهاب، باستتباب الأمن في لكن فعلياً عموماً. فعلياً القاعدة في محافظة أبين يعني هل هي قوية؟ دعنا نعترف، هل هي قوية أم هل من المنطقي أن نقول أنها غير قوية وأنه جرى تواطؤ فقط؟ يعني الـ 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 الواقع اليوم يثبت أن القاعدة في أنصار الشريعة، أنا أسميهم من فرق بين القاعدة وأنصار الشريعة؟ أنا أسميهم بما يسموا أنفسهم، هم يسموا أنفسهم أنصار الشريعة. هناك من يقول بأن أنصار الشريعة هو نفسهم تنظيم القاعدة وإنما واجهات، ليس فعلا يكون أنصار الشريعة في أبين أصبحوا حقيقة واقعة ويسيطروا على محافظة أبين بشكل تام إلا بعض المناطق أو المدن المحدودة، مثل مدينة لودر خارج سيطرتهم، مدينة مودية خارج سيطرتهم. هذا فقط ليس لأن الدولة تدخلت، لا، لأنه المواطنين في هاتين المدينتين وجيشان أيضا وجيشان مدينة جيشان أنا أعتقد أنه جيشان منطقة ليست استراتيجية بالنسبة للقاعدة على اعتبارها مرتفعات جبلية بعيدة
عن الـ الـ يعني حتى القاعدة لن ترغب أن تكون هناك، لأنها المنطقة بعيدة، منطقة نائية، ليست على طرق أو مداخل مدن أو كذا. لما لا يسيطر القاعدة على مودية أو لودر؟ المواطنون هناك يعني كونوا لجان شعبية، رفضوا وجود القاعدة على اعتبار أنه ليش يعني اعتراضا على المنهج الفكري تطبيق الشريعة أو اعتراضا على تطبيق الشريعة كما يصور البعض، بالعكس يعني أبناء لودر وأبناء مودية من أكثر المدن في محافظة أبيان التي انتشرت فيها الصحوة الإسلامية في 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 الفترات الماضية القريبة، يعني وانتشار الدعاء فيها في محافظة في مدينة لودر ومدينة مودية، انتشار الدعاء، انتشار حفاظ القرآن، انتشار للمساجد، انتشار للصحوة الإسلامية الحقيقية. لماذا رفضوا القاعدة؟ رفضوا القاعدة على اعتبار أنه وجود القاعدة يمثل خطر على المواطن كمواطن، على اعتبار أنه القاعدة داخلة في حرب مع الدولة وداخلة في حرب مع المجتمع الدولي كله. المواطن في مودية وفي لودر قرأ الأحداث التي حصلت مثل اللي حصل في المعجلة، القصف الذي استهدف المعجلة كان الأصل أنه الطائرات الأمريكية تريد أن تستهدف تنظيم القاعدة، لكنها أصابت قرية كاملة وأبادتها، أسرة كاملة في منطقة المعجلة أبيدت، أكثر من 48 قتيل أو شهيد من أبناء المعجلة ليس لهم علاقة بالقاعدة، أطفال، نساء، شيوخ في قرى في عشش. يعني الدولة يعني لم تقم بواجبها في أقل واجباتها، لا توجد مياه في هذه المنطقة، لا توجد كهرباء، المدرسة على بعد أكثر من 5 كيلومترات إذا أراد الأطفال هذه المنطقة أن يحضروا، ومع ذلك لم ترحمهم في ظل هذه الظروف المعيشية المأساوية التي يعيشها أبناء منطقة المعجلة، لم ترحمهم الدولة وسهلت للطائرات الأمريكية بأن تستهدف هذه المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، بل والأدهى والأمر أنه يظهر رأس النظام ويقول أنه هذه الضربة نفذتها طائرات يمنية، وتصرح وزارة الدفاع حينها بأن هذه الضربة نفذت بطائرات يمنية. ثم جاءت وثائق وكليكس وضحت الموضوع تماما. أنا أقصد أنه أبناء لودر ومودية خوفا من أن تبقى مناطقهم هدفا للطائرات الحكومية أو الطائرات الأمريكية فضلوا أن تبقى منطقتهم خارجة عن مسرح الصراعات، يعني نشعر أن الموضوع صراع، يعني صراع سياسي أكثر من ما هو صراع. طيب وضح لي أكثر، كيف تم رفض تنظيم القاعدة في تلك المناطق؟ هل قاوموا بالسلاح أم تفاوضوا معهم أم كيف؟ في البداية كان الموضوع موضوع تفاوض مع من؟ مع أفراد القاعدة اللي كانوا أصلا يعني مدينة مودية في من أبنائها، من أبناء مودية منهم من منضمين لأنصار الشريعة، وكذلك في لودر لا ننسى أنها قبل الثورة، قبل هذه الأحداث كانت أنصار الشريعة سيطروا عليها تماما. نعم أيوة، سيطروا هي الوحيدة الأولى تقريبا. أيوة ولمدة عام كامل، فعاش أبناء لودر في ظل وضع مأساوي رهيب خلال سيطرة أنصار الشريعة على المدينة، لم يتوقف القصف والاشتباكات بين الجيش المرابط على مداخل مدينة لودر وبين أنصار الشريعة اللي يسيطروا على مدينة لودر. أبناء لودر استشعروا أن الموضوع سيتكرر، فقاموا بطرد، يعني حاوروا أنصار الشريعة بأنه يا إخوة نحن مسلمين وليس بيننا أمريكان، وأنتم تدعوا أنكم تحاربوا أمريكا وتحارب القوى الغربية والتدخل الأجنبي، فليس بيننا أجانب وليس بيننا أمريكان، نحن مسلمون وتطبيق الشريعة جاري بيننا، أن إن كان هناك من تقصير في القضاء فالدولة تتحمل، فذهبوا وحاربوا الدولة في مواقعها، ولا تحاربونا نحن ولا تجعلوا مناطقنا مسرحا لصراعاتكم مع الدولة. رفض أنصار الشريعة ذلك الخروج، فقام الأهالي بتكوين لجان شعبية وطردوا هؤلاء المسلحين من مدنهم. كذلك حصل في مودية. دعني أخذ اتصال هاتفي من بشرى عتيق، وهي ناشطة ثورية من محافظة أبيان. بشرى، هل حدثتينا عن أوضاع النازحين حيث أنت، وأنت أحد هؤلاء النازحين، كيف هو الوضع عندكم؟ أسألك عن أوضاع النازحين وأنت إحدى النازحات من محافظة أبيان، حدثينا عن أوضاع حيث أنت.
أولا أشكركم على الاستضافة على قناة فهائل. كما نحن نقول أن كانت مدينة أذن منسية من الإعلام اليمني والخارجي. أقول أن الحالة المعيشية الحالية في مدارس أبي في مدارس أذن في حالة فعلا لها يرثى أحوالنا المعيشية صعبة جدا، بحيث لا يتوفر لنا المواد الغذائية ولا الصحية كما شحت المواد الغذائية من قبل المجلس المحلي والمنظمات الحقوقية. وكما يوجد انتشرت بكل أنواعها الإنسان والكوليرا وبعضها وفقر الدم طبعا. وكما نحن نناشد المنظمات الحقوقية بالعودة مجددا إلى إنقاذ الأطفال في مدارس عدن. كناشطة ثورية كيف تنظرين إلى الأوضاع التي حصلت مؤخرا في محافظة أبين؟ كيف؟ كإحدى الناشطات في الثورة كيف تنظرين إلى الأوضاع التي حصلت مؤخرا في محافظة أبين وترسيخ وجود القاعدة هناك بما يعزز من بقائكم هناك نازحين؟ يا سيدي، إن ما يحصل في محافظة أبين ما هي إلا معاملة هزلية وأوراق يلعبها النظام المخلوع، هذا النظام الفاسد الذي عمل على تدمير كل شيء وجلب لليمن كل أشكال التخلف والتمزق والتشرم. طبعا الحاصل في أبين قبل 4 أيام وهو استشهاد أكثر من 185 جندي ما بين أسير وقتيل وجريح في منطقة دوفس، وما زالوا معتقلين في محافظة جعار. نحن من أبناء منطقة أبين ننفي أن وجود قاعدة أنصار الشريعة كمثل ما يقولون هم أنصار الشريعة، يوجد لديهم دعم خارجي من قبل النظام. ونحن نحمل الحادثة الأخيرة مهدي مقولة والذي يعد عميل للنظام. بس يا بشرى كيف تنفين وجود القاعدة والمشاكل كلها هذه من تحت رأسها؟ يعني كيف من أين جاء هذه القناعة بالنفي؟ هي ليست قاعدة بمعنى القاعدة ويعني الحاصلة في أفغانستان وباكستان وغيرها من دول العالم، هي قاعدة خلق يوم مفتعلة يعني عملها النظام. لأن كنا كما نعرف وكان وقت يقام الحراك الجنوبي داخل محافظة أبين فكانوا يندون بوجود قاعدة، ولكن عندما قام خليجي 20 فكانوا كذلك ينددون بقيام قاعدة وسوف تحصل أزمة ومشاكل. ولكن حين تم خليجي 20 فلن نسمع لوجود قاعدة بتاتا. لهذا عرفنا أن القاعدة هي استعالة من النظام فقط وليس ما يدعون انهم انصار الشريعة وغيرها وحكمهم حكم ماذا. طيب بشرى، ما الرسالة التي تحبي ان توجهيها للجنة العسكرية وللرئيس القادم؟ نعم، اود ان ارسل هذه الرسالة من هنا من محافظة عدن، ان الى هنا وبس، لان سألنا الوضع هنا في عدن. يعني نحن ننظر الحاس في أبين هي إلا مهزلة، ونريد من الجيش إن خلاص يعني يحاول قدر الإمكان أن يصفي ما يحصل حاليا في أبين، ونود من المنظمات الحقوقية ومنظمات الأقاصة السامية الرجوع إلى مدارس عدن مجددا لإسعاف وإقاصة كل الأطفال المتضررين من الأمراض. أشكرك بشرى عتيق، وهي ناشطة ثورية وإحدى النازحات من محافظة أبين وهي الآن في محافظة عدن. أشكرك على هذه المداخلة.